نعم مشاهدينا، وفي ظل متابعتنا لهذه الصور الحية التي تأتينا من محافظات مصر كافة، والتي تعبر عن رفض الشعب المصري لمبدأ التهجير الذي يلوح به الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا تدعم وتؤيد القيادة السياسية في ما تتحرك من أجله في سبيل حماية أمننا القومي والقضية الفلسطينية. وللتعقيب معنا عبر الهاتف الأستاذ محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمود، يعني اليوم الجمعة، جمعة تحيا مصر، نتحدث عن عدد من المحاور على الأراضي المصرية. إذا تحدثنا عن في البداية عن الصورة التي نشاهدها الآن من كل الشوارع المصرية ومن كل المحافظات المصرية التي خرجت، وربما هذه الصورة لم نراها منذ سنوات. يعني هي الصورة الحالية للشوارع المصرية ما هي إلا تعبير عن تضامن حقيقي وتعاطف من الشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية التي وصفها السيد الرئيس بأنها قضية القضايا بالنسبة للمصريين. اللي بيحصل في الشارع هو اتفاق ما بين الإرادة الشعبية والإرادة السياسية. المواطنين في مصر بيعبروا عن نفس المنطق او نفس الرؤيه التي تتمتع بها القياده السياسيه المصريه تجاه القضيه الفلسطينيه. نعم. يعني لو بنتكلم عن موقف ثابت للقياده السياسيه منذ التصعيد الاخير في الاراضي الفلسطينيه والقصف المستمر لقوات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزه، نجد انه مصر متمسكه بالحل السياسي والوصول الى السلام مستدام في المنطقه بالكامل. ويعني زي ما شفنا انه الجهود الدبلوماسيه منذ اليوم الاول لاندلاع التصعيد الحالي تواصلت مع كل دول العالم تقريبا. يعني شفنا انه وزير الخارجيه المصري اجرى اتصالات مع اكثر من 20 دولة، واستقبل هنا في مصر أكثر من 6 وزراء أو 7 وزراء خارجية من دول مختلفة. طيب. قبل أن نذهب إلى هذه الزاوية الأستاذ محمود، وقبل أن نخرج من المشهد الذي نراه في الشوارع المصرية الآن، يعني هذا المشهد إذا وضعناه في مسألة أو في إطار الرسائل التي يبعث بها الشعب المصري إلى العالم، يعني إلى أي مدى تؤثر هذه الحشود وهذه الصور في الرأي العالمي الضاغط الذي يجب أن يكون ضاغطا على الإدارة الإسرائيلية لوقف هذا العدوان؟ يعني كما صرح السيد الرئيس في لقائه مع المستشار الألماني منذ يومين تقريبا، يعني أنه إذا دعا المصريين للنزول إلى الشوارع والتعبير عن رفضهم للتهجير القسري الذي تمارسه القوات الاحتلال ضد الفلسطينيين فسوف نرى الملايين في الشوارع. يعني السيد الرئيس صرح تصريح غير مباشر، ولكن المصريين يعني التقطوا الإشارة والشوارع زي ما حضرتك شايف كده، أنه الموقف الآن الشعب المصري بالكامل، ملايين تؤيد القيادة السياسية فيما تراه مناسبا أو ما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري والوصول إلى التهدئة وحفظ حياة المدنيين الفلسطينيين. نعم. هل تتوقع أن تتغير الصورة دوليا وعالميا بعد نزول المواطنين أو الشعب المصري إلى الشارع باعتبار مصر هي حجر الزاوية؟ وهذا يأخذنا إلى ما كنت تتحدث عنه عن الدور المصري منذ بداية الأزمة، كل الأطراف تواصلت مع مصر، مصر تواصلت مع كل الأطراف المعنية والمؤثرة في هذا الشأن. يعني الموقف المصري كان ثابت منذ بداية اندلاع التصعيد الحالي. الموقف المصري تواصل مستمر مع دول العالم وموقف ثابت برفض تهجير الفلسطينيين. يجب أن يتمتع الفلسطينيين بالحق في تقرير المصير والحفاظ على حياتهم ضد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية التي يعني تخالف القانون الدولي الإنساني. بالفعل يعني الجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة نجحت في تغيير مجرى
او تغيير الموقف الرسمي لبعض الدول الغربيه. لو بنتكلم عن بعض دول الاتحاد الاوروبي، فاحنا كنا مع بدايه الازمه راينا انه دول اوروبا بتدعم اسرائيل وتدعم حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها. بعض الدول قطعت المساعدات عن السلطات الفلسطينيه، بعض الدول يعني كانت بتدين بشده ما يحدث. راينا بعض المظاهرات كمان في الشوارع العواصم الغربيه بتندد بهجوم حماس على الاراضي اسرائيل يعني في 7 من اكتوبر، ولكن كل المشهد تغير تماما بعد الموقف المصري. يعني ابتدينا نسمع عن انه الدول الغربيه بتناشد او بتطالب بوقف اطلاق النار، بتطالب بهدنه انسانيه، بتطالب بمراعاه الوضع الانساني في غزه. بعض الدول كمان قدمت مساعدات اضافيه لقطاع غزه. راينا برضه على المستوى الرسمي او على المستوى الاممي لقينا انه في دول تقدمت بمشاريع قرارات لمجلس الامن لوقف التصعيد ووقف اطلاق النار. روسيا تقدمت بمشروع قرار وتم رفضه، البرازيل تقدمت بمشروع قرار وتم الموافقه عليه من قبل 12 دوله من مجموع 15 دوله في مجلس الامن، ولكن الولايات المتحده الامريكيه هي الدوله الوحيده اللي رفضت كالمعتاد يعني القرار دعما لاسرائيل، ولكن هي صرحت انه الجهود الدبلوماسيه اللي بتقوم بها الولايات المتحده بين اسرائيل وبين دول الجوار بتؤتي ثمارها، وده يعني بيشير الى انه احنا في الامين العام كده. الامين العام للامم المتحده كان منذ ساعه تقريبا على ارض في مصر رفح. في رفح في عز بالضبط. المشهد كما يقول يعني كل دي شواهد بتقول لنا انه في انفراجه قريبه يعني او وشيكه على الحدوث. احنا مصر يعني دعت دول العالم اللي بترغب في مساعده الشعب الفلسطيني في ارسال المساعدات الاغاثيه والانسانيه الى مسار العريش، وبالفعل استقبلت شحنات كبيره من عدد من دول العالم ومن المنظمات الدوليه. المساعدات في انتظار عبورها لمعبر رفح بعد الاتفاق بين مصر والولايات المتحده الامريكيه. اتفقنا انه هيتم تمرير تقريبا 40 شاحنه من المساعدات الاغاثيه كمرحله اولى، ولكن ما يعيق ادخال المساعدات في الوقت الراهن يعني هو انه القصف الاسرائيلي الذي شهده معبر رفح من الجانب الفلسطيني ادى الى تدمير البنيه التحتيه هناك، فبالتالي احنا في انتظار ان تتم بعض الاصلاحات في الجانب الفلسطيني لمرور هذه المساعدات. بهذه المناسبه دكتور محمود، اليوم يعني مراسلنا من هناك اشار الى ان السلطات المصريه تقوم الان بتجهيز او باعاده اصلاح ما أشرت إليه من أضرار لحقت بالمسافة الواقعة والفاصلة ما بين البوابة المصرية والبوابة الفلسطينية. رؤيتك كباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في ظل هذا المشهد، الأمين العام عند بوابة معبر رفح من الجانب المصري، الشاحنات مكدسة وتصل كما أشار مراسلنا إلى ربما مسافة 3 أو 4 كيلومترات من البوابة إلى الشيخ زويد وبعدها إصلاح محاولة إصلاح وترميم هذا الجانب. في رأيك هل هذه بوادر على أن ساعة الصفر للعبور لعبور الشاحنات قد اقتربت أم ما زال أمامنا يوم أو يومين؟ يعني المفترض أو ما كان متفق عليه أنه بمجرد الانتهاء من الإصلاحات دي أنه الشاحنات المتكدسة أمام معبر رفح من الجانب المصري انها تبدا في العبور الى قطاع غزه، ولكن يعني كنا متوقعين انه الشاحنات دي تدخل النهارده الصبح صباح اليوم المعبر بالضبط، ولكن يعني للاسف ما زالت الاصلاحات جاريه، فبمجرد انتهاء الاصلاحات ان شاء الله تبدا الشاحنات في الدخول، وطبعا الشاحنات هتدخل تحت رعاية وأشراف الأمم المتحدة، بالتالي إحنا أمام مرحلة أولى إن شاء الله يعني تستكمل في الأيام القادمة بدخول كل المساعدات الإغاثية اللي جمعتها مصر واللي جهزتها المنظمات المجتمع المدني المصرية تحت رعاية أو تحت إشراف التحالف الوطني لمعمل أهلي التنموي. يعني الشعب المصري بالأجمع قلوبه تحترق عندما ينظر إلى تلك الشاحنات المكدسة على ولا تستطيع الدخول إلى أهالينا في غزة الذين يعانون من حصار وحشي، انقطاع المياه والكهرباء والوقود. نذهب إلى المحور وربما كل الخيوط متشابكة في هذه في المساعي المصرية لحل هذه الأزمة وحل القضية من الأساس.
إذا ذهبنا إلى قمة القاهرة للسلام والتي يفصلنا عنها ساعات قليلة، كل المعطيات السابقة وكل الجهود المصرية التي تقوم بها القيادة السياسية منذ بداية الأزمة ويقف في ظهرها هذا التأييد الشعبي، توقعاتك لما ستكون عليه الصورة غدا في المؤتمر، مؤتمر القاهرة أو قمة القاهرة للسلام؟ يعني قمة القاهرة للسلام بتأتي في ظروف صعبة الحقيقة. احنا كنا من المفترض ان تتم قمة رباعية في الأردن، ولكن قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة واستشهاد اكثر من 500 فلسطيني ادى الى الغاء القمة. بالتالي احنا يعني مصر او القاهرة تستضيف قمة موسعة لا تقتصر على 4 دول فقط، بيؤكد نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في ارسال رسالة لدول العالم اجمع. احنا كما هو معلن تقريبا ستشارك 31 دولة واكثر من 3 منظمات دولية فاعلة في هذه القضية ستشارك في القمة غدا. ما رأيناه من تحول في المواقف الرسمية وما رأيناه في مجلس الأمن من مشروع يعني مشاريع القرارات لوقف العدوان والتهدئة وإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، يعني يبشرنا أنه مخرجات القمة غدا إن شاء الله ستكون إيجابية، ستؤكد على المطالب المصرية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والتهدئة المستدامة بين الجانبين. وأعتقد أنه كمان واحد من التوصيات الرئيسية التي تستخرج بها القمة هو العودة إلى طاولة التفاوض من جديد للتوصل إلى حل للقضية بفصل الدولتين إن شاء الله. نعم، الدكتور محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.